مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة حيمون عرشين. المشروع المشروع هنايا كنلقاو عدة بنايات مهجورة وأصبحت أفكار للخارجين على القانون، متشردين، مستعملين الخمور. يعني صعيب هنا بزاف باش تدخل. هنا جات شي احدى الساكنه وكاين الخلل. هادي كلها اوكار، نشوف الداخل راه شحال واحد ناعس تمايا. حليت واحد الباب لقيت شي واحد ديال الناس هنا، ما نقدرش نحلها من الباب مرة أخرى. كل البناية بحال هكا، هنا البيبان اللي مسدودين الناس فيهم بنادم. هذاك اللي فوق حتى هو كله بيوتا عكار. يعني صعيب هنا هاد الناس هادو ما كيبغيش اللي يجي يصورهم، غنوليو حكينا معاهم. يعني كيدوزو العيالات، كيدوزو كلشي. هنا عاوتاني كل هاد البنايات كلها عكار وبيوتا. نسولو هاد الشخص الا كان يقدر يهضر معانا، ما شحال واحد داز توكل شي واحد ولكن ما نقدروش نهضروا. السلام عليكم، كي داير اخويا؟ واحد دقيقه، كتسكن هنايا؟ اه شنو بالك في هذه البلايص المهجوره؟ ما كتبانش كنشوف الدرع. لا هضر معايا بصراحه، ما تخاف من والو، ما تبانش. دابا ملي دخلت لداخل لقيت بيوتا فيهم بنادم ناعس، كي ما قدرتش نفيقو. هادشي كيشكل واحد الخطر على الساكنة ولا بزاف ديال الفوق. واللي هربان، اللي بغى يدير شي حاجة راه كيجينا. يعني بالليل هنا راه صعيب باش تدوز. صعيب. حصل واحد الوقيتة راه تضو ما كاينش. راه حتى المرا واخا تكون غادا بوليداتها كاع غتحس بالخطر. راه إلا جرى شي واحد داخل شكون غادي يجي. واخا تسمع دابا تكون دايز أنت وسمعتي الغوت. ما تدخل ما عارفش شكون شحال من واحد كاين ما عارفش. وهنا راه كاين ماشي هاد البلاصة. كل واحد الصف. كله. يعني صعيبة هنا. الله يصاوبو صافي. سهل الله يسخر. الله يحفظك. الله يحفظك. كنلقاو المواطن ما كيقدرش يهضر. رغم أنك أنت كتبين لي واحد الحماية، ما تخافش أنا معاك، ولكن ما كيقدروش يهضر. أنتم شوفوا كي داير هاد الدنيا. تخريب. دايرين الطريق منين نمشيو، دايرين كلشي. يعني هاد البنايات كلها بحال هكا، كاين شوية الخطر، مبقاش ريسكي بزاف. يعني بحال دابا هاد البنايات اللي ما عندنا ما نديرو بهم، يا نحولوهم لشي حاجة نستافدو بهم، يا نديرو فيهم خيريات لدار المسنين نستافدو منو، حيت كاين عندنا البنايات بزاف هنا. الا درناهم دار المسنين ولا دار الايتام، راه غادي نستافدو منهم. بحال دابا هادي تعطيها كاين ناس عندهم كفاءات عالية، تعطيه هاد البلاصة هادي فلوس كتمشي في والو، كديرو ملاعب القرب كتخسرو عليهم فلوس وما كتكملش، كديرو شحال من حاجة شانطيات كتبداو فيهم وكتخليهم، شحال من حاجة كتمشي الميزانية هكاك. اما هادي اللي خسرنا عليها واحد شوية، خرجت الميزانية ودرنا دار أيتام ولا دار العجزة، غنستافدو منها، غتكون أحسن هاد البلاصة وغتنور هاد البلاصة. كاين المحسنين كيبغيو يعاونو بحال هادشي، ولكن مع من؟ أحسن ما نلقاو المتشردين وبلايص ديال الدهر نوفرو عليهم هنايا.
هذه احسن حاجه بانت ليا. شكرا لكم مشاهدي قناه ان شاء الله.